تقرير الحقيقة زي ما تعودنا مع حضراتكم، احنا كل اسبوع بنعرض تقرير عن محمية من المحميات الطبيعية. النهاردة هنشوف معاكم تقرير عن محمية أشتوم. دي محمية موجودة في محافظة بورسعيد. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع مرة تانية. هنا حياة بعيدة عن الضوضاء وزحام المدينة، عالم كامل يأكل من خيرات هذه الأرض والمياه المحيطة به، ولا يعرف عن البر الآخر سوى كونه للطوارئ. عالم يعيش في محمية أشتوم الجميل ببور سعيد التي تبعد نحو 7 كيلومترات عن المدينة. هؤلاء طالبات كلية التربية بجامعة بورسعيد، قررنا المجيء إلى هنا للتعرف على هذه المحمية التي تقع على مساحة 170 كيلومتر مربع داخل بحيرة المنزلة التي أعلنت إقامتها عام 1988. أهل بورسعيد نفسهم أكلمهم وأقول لهم محمية أشتوم، يقولي قصدك على مدرسة أشتوم، فمحدش عنده خلفية يعني إيه محمية وهي إيه دورها أو إيه اللي هي موجود فيها. الحياة داخل محمية أشتوم الجميل لا تحتاج سوى قارب للتنقل، وهذا ما اقتدنا به محمد الجندي مدير المحمية التي يعيش فيها نحو 5000 مواطن ويستوطنها 120 ألف طائر سنويا بنحو 60 نوعا. كانوا زمان بيطلقوا على منطقة، يعني عارفين زمان ان منطقة الدلتا كان فيها 7 أفرع لنهر النيل، كانت منطقة التقاء النيل مع البحر كانوا بيسموها أشتوم، من كده جاءت تسمية كلمة أشتوم على البواغيز. أما كلمة الجميل دي فنسبة إلى المنطقة الموجود فيها اللي هي منطقة اسمها منطقة الجميل، عشان كده أطلقت كلمة أشتوم الجميل على البغازين الموجودين في البحر. المحمية والبحيرة إجمالا تنتج سنويا 80 ألف طن من الأسماك المتنوعة بين 17 نوعا، وها هو محمود شتات يضع سديدة في محاولة لصيد السمك. دلوقتي يا سيدي يعني بنطلع في حدود 100 كيلو في اليوم، قبل كده كنا بنطلع 400 كيلو 500 كيلو يوميا. شوف فرق كبير اهو، الجمبري والبوري والدنيس والكلام ده ما عادش موجود خالص هنا. ومن الحاضر الى الماضي صار القارب حتى وصلنا الى شاطئ جزيرة تنيس، وهناك التقينا بحسين رشاد الباحث البيئي بالمحمية الذي تحدث معنا عن هذه المدينة التي ترجع إلى العصر الأيوبي والمكتشفة بين أرجاء الجزيرة. الجزيرة دي كانت بتمتاز بأكتر من حاجة، أول حاجة إن هي كان بيطلع منها كسوة الكعبة، إن هم كان عندهم كانوا مهرة جدا في موضوع إن هم يخيطوا بخيوط من الذهب، فكان بيطلع منها دايما كسوة الكعبة. رقم اتنين إن هم كانت هي الجزيرة دي كانت بتقع على أحد فروع النيل القديم، هو الفرع التنيسي جاي من حتى من اسم جزيرة تنيس. فكانت أثناء الفيضان عندهم هنا بيقدروا إن هم يجمعوا المية ويحطوها في صهاريج عندهم حتى حضرتك هتشوفوها دلوقتي في الجزيرة. جمالية المشهد تجعله لوحة فنية رسمها الخالق وتجلت في أبهى صورها، فالحياة هنا تأخذ مشاعرك إلى العالم الآخر كأنها أيقونة من الجنة. كريم شيخ، يوم بيوم.